مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من استوديو المنتصر. مشاهدينا الكرام، سنتناول في ملفات اليوم تواصل قصف ميليشيا الحوثيين على مناطق متعددة في مدينة تعز مع محاولات المقاومة قطع طريق الإمداد الرابط بين الحديدة وتعز قطعها على الحوثيين. نتناول أيضا آخر مستجدات حظر التجوال التي أعلنها الجيش الوطني في محافظة أبين، وإلى ذلك أيضا المواجهات المستمرة في الجوف. كل هذه الملفات سنناقش بالتفاصيل عنها بعد فاصل قصير. إذن تواصل ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع قصف الأحياء السكنية في تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. كما شنت ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع أيضا هجوما عنيفا بأسلحة ثقيلة على الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شرق المدينة وغربها، بينما تسعى المقاومة بمساندة من الجيش لصد الهجوم والتقدم غرب المدينة. وتسعى المقاومة أيضا لقطع خط إمدادات الحوثيين في طريق تعز الحديدة وتأمين جبل هان المطل على خط الضباب الذي سيطر عليه الجيش الوطني والمقاومة قبل أيام بهدف إزاحة الحصار ولو جزئيا عن المدينة، حيث يستمر حصار الحوثيين للمدينة من جهتي الشمال والشرق. مشاهدينا، لمزيد من التفاصيل عن الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز تنضم إلينا عبر الهاتف حياة الذبحاني، عضو مؤسسة رعاية لرعاية أسر الشهداء والجرحى. مرحبا حياة. مرحبا، اهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناه يمن شباب الفضائيه. اهلا وسهلا فيك. بدايه حيث نريد ان نعرف كيف هو اوضاع الناس حاليا مع تواصل القصف العشوائي على الاحياء السكنيه في تعز. نعم، السكان هنا في مدينه تعز يأبون الا ان يخرجوا الى الشوارع وان يقوموا بممارسه اعمالهم اليوميه لجلب مصدر رزق لهم تحت وابل من الرصاصة الراجع الذي يعود على المدينة نتيجة الاشتباكات التي تدور حاليا في منطقة ثعبات ومنطقة حسنات، أضف كذلك إلى القذائف العشوائية وصواريخ الكاتيوشا التي لا زالت تطلقها ميليشيا صالح والحوثي حتى اللحظة على الأحياء السكنية. كلما تقدمت المقاومة في منطقة من المناطق وسيطرت على مجاميع من ما كان يسيطر عليه ميليشيا صالح والحوثي سابقا، تقوم هذه الميليشيا بقصف المدينة من أعالي الجبال التي لا زالت تسيطر عليها في الجهة الشمالية الشرقية. من أين بالتحديد حياة؟ هل من تبت السلال وسوفتيل يتم القصف حاليا على المدينة؟ نعم، تبت السلال وتبت سوفتيل وبعض الهضاب التي في الحوبان، تقوم ميليشيا صالح والحوثي بإطلاق هذه الصواريخ والقذائف على الأحياء السكنية. 4 شهداء بينهم امرأة سقطوا اليوم نتيجة هذا القصف العشوائي على الأحياء السكنية، أضف إلى ذلك مزيد من الجرحى المدنيين الذين ليس لهم جريرة سوى أنهم يقيمون في مناطق تحت سيطرة المقاومة الشعبية، ناهيك عن أن هذه المناطق التي تقصف عليها ميليشيا صالح والحوثي هي مناطق ليس فيها اشتباكات أو مواجهات بل أحياء سكنية في وسط مدينة تعز. طيب هل عندك معلومات حياة؟ نعم. هل عندك معلومات بداية عن أي المناطق استهدفتها ميليشيا الحوثيين وسقط فيها الضحايا؟ نعم، ميليشيا صالح والحوثي تقوم حاليا بقصف منطقة الضباب، هم موجوعين جدا على جبل هان، هذا الجبل الذي سيطرت عليه المقاومة الشعبية قبل ما يقارب الأسبوع، أضف إلى ذلك إلى بعض القرى التي هي تحت منطقة مشرعة وحدنان. هذه المناطق هي من يطالها القصف العشوائي والمستمر باستمرار، إضافة كذلك إلى القذائف التي تتساقط على الأحياء السكنية في منطقة المجلية ومنطقة ثعبات ومنطقة حسنات. أبطال المقاومة الشعبية في تلك المناطق كذلك تقدموا، وكما ذكرت مسبقا كلما تقدمت المقاومة الشعبية وسيطرت على مجموعة من المباني التي كانت تسيطر عليها ميليشيا صالح والحوثي كلما أمطرت هذه الميليشيا الأحياء السكنية بوابل من القذائف ومن صواريخ الكاتيوشا، هم غير قادرين على المواجهة
فيوجهون هذه القذائف نحو السكان المدنيين الذين كما ذكرت مسبقا ليس لهم أي يد فيما يحدث لهم، سوى أنهم يقيمون في مربع تسيطر عليه المقاومة الشعبية في تعز، إضافة كذلك إلى أن هم يدركون جيدا بأن هم عندما يستهدفون الأحياء السكنية في مدينة تعز بأنهم يحاولوا أن يوجعوا أبطال المقاومة الشعبية، لأن كلما سقط إنسان مدني في مدينة تعز أو طفل أو شيخ أو كبير هذا العمل الإجرامي هو يؤثر بالتأكيد على كل نفسيات أبناء سكان مدينة تعز ليس فقط على أبناء المقاومة الشعبية. بالنسبة أيضا إلى الجرحى الذين يسقطون جراء هذه الهجمات المستمرة للحوثيين على الأحياء السكنية في المدينة، هل تستطيع المستشفيات الموجودة حاليا استيعابهم؟ يعني بما يخص أيضا استيعاب المستشفيات لهذه الحالات، هل هي في كامل جاهزيتها؟ نعم، نحن أمام مستشفيات متهالكة لا تمتلك أبسط مقومات التطبيب. 33 مستشفى في هذه المدينة أغلق أبوابه، لم يتبقى سوى 8 مستشفيات. المستشفيين الرئيسيين هما مستشفى الروضة ومستشفى الثورة، هذين المستشفيين هم الذين يقومون بإسعاف الجرحى وبعمل العمليات وعليهم ضغط كبير للغاية. نحن كذلك نستغرب هنا أين دور الصليب الأحمر في مدينة تعز، وأين دور منظمات الصحة العالمية، وأين كذلك دور أطباء بلا حدود وعلى شاكلتها حلولا لهذه المدينة. إضافة كذلك إلى طالما فتح موضوع الجرحى، الجرحى في عدن ما يقارب 42 جريح، هم حتى اللحظة ينتظرون الطائرة منذ ما يقارب العشرة أيام، وهذه الطائرة لم تصل حتى اللحظة لكي تأخذهم إلى دولة السودان للعلاج. نحن من هنا نقول من عبر قناة يمن شباب رسالة إلى الرئيس هادي وإلى الشرعية وإلى الحكومة وإلى وزارة الصحة، جرحى تعز في عدن يموتون. بعض الجرحى بدأ بالإضراب عن الطعام من اليوم، البعض الآخر يهدد بالعودة إلى مدينة تعز حتى يموت بين أهله وذويه، لأنه في حقيقة الأمر أوضاعهم مأساوية. أين يتواجدون حاليا في عدن حياة؟ نعم، هم يتواجدون حاليا في أحد الفنادق في مدينة عدن. هذه الفنادق كذلك غير مؤهلة للتأهيل الكافي كما وصل إلينا من الجرحى، إضافة كذلك إلى أن الجرحى نفذت مصاريفهم التي صرفت إليهم، كان قد صرفت إليهم ما يقارب لكل جريح 1000 ريال سعودي ولكل مرافق 500 ريال سعودي. طيب من محافظة المحافظة الآن استهلك هؤلاء الجرحى مصاريفهم وأصبحوا في فنادق عدن لا يمتلكون المصاريف ولا يمتلكون المستشفيات التي تطبب جراحهم، وينتظرون الطائرة التي لم تصل حتى اللحظة إلى مدينة عدن. طيب من يشرف على عملية تسفيرهم ويتحمل مسؤوليتهم؟ نعم، الكل مساهم فيما يحدث لجرحى مدينة تعز، وبالتحديد وبدرجة رئيسية وكبيرة وزارة الصحة التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه هؤلاء الجرحى. الجرحى الذين يحتاجون تدخل جراحي عاجل وسريع، الحرب لا زالت مستمرة وتنتج لنا مزيدا من الجرحى. نحن تحديدا قبل 4 أيام سقط 4 من الجرحى الذين فقدوا العين اليسرى والبعض منهم العين اليمنى، وتظل العين الأخرى مهددة إذا لم يتم التدخل العاجل والسريع وسفر هؤلاء إلى الخارج سوف يفقدون كذلك النظر بالعين الثانية. من يتحمل مسؤولية إهمال الجرحى في مدينة تعز؟ ولماذا هذا الإهمال بالتحديد لجرحى مدينة تعز؟ هل يراد لجرحى مدينة تعز أن يظلوا عظة وعبرة وآية لكل المقاومين في كل أنحاء الجمهورية؟ إن تعز هي من تحرك الثورات، تعز هي من تطلق شرارة كل انتفاضة. نحن في حقيقة الأمر أصبحنا نضع عدة علامات استفهام، لماذا يراد لجرحى تعز هذا العقاب الشديد؟ هم في حقيقة الأمر يموتون مرتين، المرة الأولى مما ألحقت بهم ميليشيا صالح والهوثي، والمرة الأخرى من إهمال الدولة والشرعية، لأنهم في حقيقة الأمر هم سقطوا في الجبال وفي التباب وفي الأزقة وفي الشوارع وهم يذودون عن الشرعية ويذودون عن طيب حياة يعني في ذات الموضوع. نحن كذلك نستغرب من موقف دول التحالف العربي ونحن نؤول عليهم كثيرا في إنقاذ جرحى مدينة. طيب حياة في ذات الموضوع أيضا يعني عول الكثير أنه بعد فتح طريق الضباب بأن الأمور ستتحسن،
حتى الآن ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء، نحن ننتظر القوافل الإغاثية والقوافل الطبية تدخل إلى مدينة تعز. نحن نحيي مركز الملك سلمان على الجهود الكبيرة والمشكورة إزاء السكان هنا في مدينة تعز، لكننا نتمنى كذلك المزيد من الإغاثة تصل إلى أبناء هذه المدينة المحاصرة والمنكوبة. نريد كذلك أن تقوم المنظمات العالمية ومنظمات الصحة العالمية بالتحديد لاستدراك الوضع في مدينة تعز وتأهيل مشافي هذه المدينة. الوضع في مدينة تعز وضع كارثي للغاية، نحن أمام نفايات متكدسة في الشوارع تهدد مرة أخرى بعودة حمى الضنك وبعودة الكوليرا والملاريا والكوارث البيئية التي ستؤثر سلبا على سكان هذه المدينة، إضافة كذلك إلى أننا نناشد كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية في كل أنحاء العالم أن تنظر إلى أبناء هذه المدينة. نحن أمام مجاعة تحدق بالسكان، معظم السكان هنا فقدوا مصالح أعمالهم وأغلقت الشركات والمصانع، أبناء هذه المدينة لا يستلمون رواتبهم، وضع فعلا مأساوي وكارثي للغاية، ووجب على من كان يتذرع بأن مدينة تعز مغلقة المنافذ ها هو المنفذ الغربي يفتح بفضل الله عز وجل. هذه النقطة بالذات قوات التحالف وأبطال المقاومة الشعبية، فلذلك نحن ننتظر كثير من الجهود التي ستصب في مصلحة هذه المدينة. محافظ المحافظة عاد إلى مدينة تعز. دعينا في النقطة الأولى بداية، يعني خسران كثير من سكان المدينة لوظائفهم ومصادر رزقهم، هذه كارثة بحد ذاتها، من سيصرف على عائلتهم؟ الآن السكان والأهالي الذين فعلا فقدوا أعمالهم كيف يتعاملون مع ما حل بهم؟ في حقيقة الأمر نحن قمنا باستبيان هنا في مدينة تعز، نتج عن هذا الاستبيان بأن 60% من سكان هذه المدينة لا يتعاطون سوى وجبة واحدة في اليوم. الوضع فعلا كارثي للغاية ومأساوي للغاية، إلا أن سكان هذه المدينة يحاولون أن يعيشوا بالأشياء البسيطة، تحاول الجمعيات أن تسد الثغرة بأن تغطي بعض توزيع المواد الإغاثية والغذائية لهذه الأسر، إضافة كذلك إلى كما ذكرت مسبقا بعض الإغاثة التي تصل إلى المدينة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة. يظل الوضع كارثي ومأساوي للغاية، ويستدعي الجميع أن يقوم بواجبه تجاه سكان هذه المدينة الذين أصبحوا في حقيقة الأمر ينتظرون دور المنظمات العالمية وكذلك المنظمات الخارجية. في الحديث أيضا عن المنظمات المحلية والخارجية، دعينا نتحدث عن المنظمات الخارجية كون لديها مسؤولية كبيرة وأيضا لديها ميزانية تخصص سنويا من الأمم المتحدة وغيرها من المانحين، نتحدث عن مسؤوليتها حاليا في اليمن، كيف تفسرين حياة تأخر هذه المنظمات في إسعاف المدينة بعد فتح طريق الضباب؟ نعم، نحن نعتبر كل المنظمات التي لا تقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني تجاه السكان هنا في مدينة تعز هي شريكة في التجويع وشريكة فيما يحدث لسكان أبناء هذه المدينة، لأنها لم تقم بواجبها تجاه السكان في مدينة تعز. عندما دخل الوفد الأممي إلى مدينة تعز فتحت ميليشيا صالح والحوثي لبعض القوافل التي دخلت إلى مدينة تعز وبالتحديد 3 قاطرات فقط، وما إن خرج الوفد الأممي من مدينة تعز حتى عادت ميليشيا صالح والحوثي لكي تغلق تلك المنافذ مرة أخرى. نحن نعتبر كذلك كل من ساهم من هؤلاء هم كذلك شركاء في التجويع وشركاء في حصار مدينة تعز. الأمم المتحدة لم تستطع أن تجبر ميليشيا صالح والحوثي على أن تفتح الطريق لكي تدخل هذه الإغاثات إلى مدينة تعز، هذا كذلك يضع عدة علامات استفهام على دور الأمم المتحدة تجاه السكان هنا في مدينة تعز. نتساءل كذلك عن دور ولد الشيخ وعن الضغوطات التي يجب أن تمارس على هذه الميليشيا للقيام فقط بواجب حقوق الإنسان، أين كذلك المتشدقين والمتفلسفين في كل أنحاء العالم عن حقوق الإنسان؟ هنا الأطفال في مدينة تعز لا يجدون حليب الأطفال معدوم هنا في مدينة تعز بسبب الحصار الذي كانت تفرضه ميليشيا صالح والحوثي، أين المنظمات المعنية بالطفولة
داعين منظمة اليونيسف وأدوارها في مدينة تعز. ماذا عن الحكومة أحياء؟ هل تحملون أيضا جزء من المسؤولية في عدم تفعيلها لجانب العلاقات الخاصة بوزارة الخارجية وأيضا تحركاتها في مساعدة سكان المدينة وإسعافهم وإغاثتهم؟ نعم، هم كذلك في حقيقة الأمر نحن لدينا عليهم العتب الشديد، لأن الحكومة لم تقم بأدوارها المنوطة بها في مدينة تعز. ندرك تماما حجم الأعباء التي يتحملها الرئيس هادي والحكومة، لكننا نحن نطالب فقط بتنفيذ وإن كان 40% من واجباتها تجاه السكان في مدينة تعز. ننتظر، وهذه الجهود التي ستبذل، نحن في مدينة تعز يحذرنا الأمل. نحن صبرنا ما يزيد عن العام والنصف عن الجوع والقصف والحصار والخوف والترويع لسكان هذه المدينة، وسترى هذه المدينة النور، وسترى هذه المدينة الأمل بقدوم الفجر المشرق الذي ينتظر ليس فقط تعز بل كل اليمنيين في كل أنحاء الجمهورية. نحن نعول بدرجة أساسية على المقاومة الشعبية. في حقيقة الأمر من أنقذ السكان هنا في مدينة تعز ولا أبالغ هم أبطال المقاومة الشعبية الذين كسروا الحصار عن أبناء هذه المدينة من الجهة الغربية، واستطاعت كثير من المواد أن تدخل إلى المدينة من جهة عدن، التربة ثم الضباب ومدينة تعز. أما في حقيقة الأمر الحكومة فتظل الحكومة وتظل رئاسة الجمهورية وكذلك دول التحالف عليهم العتب الشديد بأنهم لم يحركوا ملف تعز التحريك الكامل الذي يرتقي إلى مستوى التضحيات التي قدمتها هذه المدينة. نحن نحيي في حقيقة الأمر كل الجهود التي بذلت من قوات التحالف في مساندة أبطال الجيش الوطني. نتمنى كذلك من أبطال المقاومة الشعبية أن يرصوا الصف وأن لا يستجيبوا للمغرضين الذين يحاولوا أن يشقوا الصف. نحيي كذلك توحد كل فصائل المقاومة لأجل معركة التحرير التي في حقيقة الأمر مجلس تنسيق المقاومة هو في صدد إعداد خطط عسكرية لكي يتم تحرير هذه المدينة. نناشد كذلك قوات التحالف بأن تمد المقاومة الشعبية بالسلاح النوعي والثقيل لكي تكون معركة التحرير كاملة لمدينة تعز. طيب حياة، كيف ينظر أيضا المواطنون في المدينة إلى تضحيات وانتصارات المقاومة الشعبية في عدة جبهات والتي ما زالت مشتعلة إلى الآن؟ كيف نظروا أيضا إلى قيام المقاومة الشعبية والجيش الوطني بفك الحصار عن المدينة؟ ما هي ردود أفعال المواطنين؟ نعم، لولا الحاضنة الشعبية القوية لما صمدت المقاومة في مدينة تعز. الحاضنة الشعبية في مدينة تعز للمقاومة هي حاضنة قوية. نحن أمام مجتمع واعي في مدينة تعز، الكل هنا في مدينة تعز مقاومة. نجد أن المرأة والفتاة ترابط خلف مكارس الأفران لكي تصنع الخبز والكعك لأبطال المقاومة الشعبية منذ عام ونصف وأكثر، إضافة كذلك إلى انخراط كثير من أبناء العزل والقرى والمديريات والأرياف في صفوف المقاومة الشعبية تلبية لنداء الواجب وللنداء الذي أطلقته مجلس تنسيق المقاومة وهو الدعوة إلى النفير العام، إضافة كذلك إلى كثير من التبرعات والدعم المالي والعيني والمعنوي الذي جمع لأبطال المقاومة الشعبية لأجل معركة التحرير. ومعركة التحرير في حقيقة الأمر ما كان لها إلا بصمود السكان المدينة فيها وكذلك بدعمهم الذي ذكرته مسبقا، إضافة كذلك إلى التنسيق الذي كان ما بين فصائل المقاومة. رأينا كتائب أبو العباس وإضافة إلى كتائب حسم ولواء الصعاليك وكتائب الطلاب ولواء الطلاب، الكل انخرط فيه مقاومة واحدة ورصوا الصفوف واستطاعوا بهذا العمل أن يكسروا الحصار على المدينة من المنفذ الغربي، وهم في صدد التنسيق حتى التقدم. اليوم هناك تقدم في منطقة الربيعي باتجاه حذران، ومن ثم ستكون المعركة القادمة هي معركة الحوضان التي يعول عليها الكثير في كسر الحصار نهائيا عن هذه المدينة. طبعا كل ذلك كان بتغطية من تغطية الطيران لقوات التحالف، ونحن نشكرهم ونحييهم.
بهم على هذا التحرك في ملف تعز، ونطلب منهم الاستمرار حتى ينعتق هذا الشعب وتنعتق مدينة تعز من هذا السرطان الذي أحدق بها من ميليشيا صالح والحوثي. بالعودة حياة إلى القصف الذي ما زال مستمرا على المدينة حاليا، ما هي المناطق التي لا زالت تشكل تهديدا على حياة السكان ويقوم الحوثيون بالقصف منها؟ هل فقط تلة السلال وتلة سوفتيل، أم أن هناك مناطق أكثر وتلال أكثر تقوم الميليشيا بالقصف منها؟ نعم، حتى الآن تقريبا 80% من مدينة تعز هي تحت سيطرة أبطال المقاومة الشعبية، لم يتبقى سوى الجهة الشمالية الشرقية أبطال المقاومة في تقدم في المكلكل وفي حسنات وفي ثعبات، وهم في طريقهم إلى تطهير هذه المناطق من ميليشيا صالح والحوثي الذين كلما تقدمت المقاومة كلما لادوا بالفرار ودفعوا بالمغرر بهم للانتحار في وجه أبطال المقاومة الشعبية. المقاومة في تقدم مستمر، ميليشيا صالح والحوثي هي أجبل ما يكون على المواجهة، أفرادها يعتلون المباني السكنية بالقناصة ويقومون بقنص المواطنين والضرب بالسلاح الثقيل. أما من ناحية المواجهات فهم أضعف ما يكون لأنهم لا يمتلكون الشجاعة الكافية للمواجهة، فلذلك هم يستخدمون أساليب الضعفاء وهي القصف على الأحياء السكنية وكذلك رمي أبطال المقاومة الشعبية بالأسلحة الثقيلة، مما يضطر أبطال المقاومة إلى الانسحاب التكتيكي ثم العودة مرة أخرى. أدنى هذه المدينة حملوا على عاتقهم قضية التحرير، اختار سكان هذه المدينة شعار ننتصر أو ننتصر، نحن في هذه المدينة قدمنا الشهداء وقدمنا الجرحى، نحن مدينة الشهداء كل يوم ونحن نزف مواكب الشهداء كل يوم ونحن نسعف مجموعة من الجرحى كل يوم، وبيوت السكان في مدينة تعز تقصف تدمر، هيهات هذه المدينة أن تركع، هذه المدينة التي راهنت عليها ميليشيا صالح والحوثي أن تسقط في أسبوعين وها هي صامدة لعام ونصف على التوالي بأبسط مقومات التسليح وهو سلاح الرشاش الكلاشينكوف. هذه المدينة أيضا التي استهان بها الحوثيون أثناء قدومهم وأيضا تبجحهم بأنهم سيسيطرون عليها خلال أيام، وها هم الآن يطردون من كل شبر من هذه المدينة وأبرز قياداتهم أيضا يقتلون في هذه المدينة على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة. إذن حياة أبرز الخدمات وأبرز احتياجات المدينة حاليا، هل من الممكن أن تضعيها في نقاط على حسب أهميتها؟ نعم، نحن نحتاج بصورة عاجلة أولا إلى تأهيل مشافي مدينة تعز، لأن الأوضاع الصحية هنا في مدينة تعز أوضاع كارثية ومأساوية للغاية، إضافة كذلك إلى توفير الأدوية واستقدام أطباء بقدر المستطاع إلى مدينة تعز. أنا أناشد من هنا كل أطباء مدينة تعز بالعودة إلى مدينة تعز لكي يقوموا بواجباتهم تجاه أبناء هذه المدينة، أناشدهم بأن تعز تحتاجهم اللحظة ولا تحتاجهم فيما بعد عندما تستقر الأوضاع. أناشد كذلك كل المعلمين والمعلمات الذين خرجوا من مدينة تعز أن يعودوا لكي نبدأ عام دراسي جديد ونتحدى ميليشيا صالح والحوثي، نحن مدينة القلم والعلم، فسنفتح المدارس وسنفتتح العام الدراسي الجديد. أناشد كذلك كل من يعنى بالجانب الإغاثي والجانب الجمعيات والمؤسسات أن تلتفت إلى سكان أبناء هذه المدينة. أحيي كل المغتربين في كل أنحاء العالم وفاعلي الخير الذين قاموا بدعم أخوتهم هنا في مدينة تعز وقاموا كذلك بدعم الجرحى، وإضافة كذلك إلى دعم أبناء المقاومة الشعبية. نحن نحتاج في حقيقة الأمر كذلك إلى تمويل عمال النظافة لكي يقوموا برفع النفايات من الشوارع، نحتاج كذلك إلى فريق متطوع من الشباب والشابات لكي يقوموا بواجباتهم تجاه هذه المدينة تعز، تحتاجكم اللحظة، فجر التحرير قد أشرق ضوءه ونحن في تقدم مستمر مع أبطال المقاومة الشعبية، ونشكر كل من ساند ودعم ولو حتى بالكلمة، نشكر كل وسائل الإعلام، نشكر الصحفيين والصحفيات، نشكر أصحاب القلم، نشكر الخطباء، نشكر كل من
كان له صف وكان له بصمه في ان تصمد تعز، وما صمدت تعز فقط بالسلاح، بل صمدت تعز بوعي ابنائها بكلمتهم بثقافتهم بدعمهم بكل ما استطاع ان يجود به الفرد. نحن سنحتفل قريبا في مدينه تعز، نحن احتفلنا عندما كسر الحصار من معبر الدحي، واحتفلنا عندما كسر الحصار في جبهه الضباب، وسنحتفل قريبا في الحوبان وفي مفرق شرعت، نناشد كذلك وننادي المتحوثين من سكان هذه المدينه، نقول لهم يا ابناء سكان مدينه تعز ما عهدناكم الا ناصري للضعيف، ما عهدناكم الا تقولون كلمه الحق، احذروا تغرير ميليشيا صالح والحوثي، نحن لن نعيش حياه جميله، يجب ان نمهد حياه جميله ورائعه للجيل القادم الذي ينتظرنا ابناؤنا. نحن ظللنا 33 عام ونحن نرزح تحت وطأة الجهل والفقر وقبح ما كان يقوم به علي عبد الله صالح، فهيا نهيئ لدوله مدنيه جديده قادمه يسودها النظام والعدل والقانون والمساواه. المتحوثين من أبناء مدينة تعز، إن لم تعودوا إلى وعيكم ستحاكمكم هذه المدينة وستحاسبكم هذه المدينة. احذروا دعوة الأم المظلومة التي تبكي على ابنها، احذروا دعوة الأب الكادح، احذروا الظلم يا أبناء سكان مدينة تعز. لا يجرمنكم شنآن الحوثي وعلي عبد الله صالح، هذه مدينتكم، يجب أن تكونوا صفا واحدا في وجه هذا القبح. أحيي كل أبطال المقاومة الشعبية في الجبال وفي التباب وفي الأزقة وفي الشوارع وفي كل مكان، وأقول لهم سلام الله عليكم يوم ولدتم ويوم خرجتم ويوم جاهدتم ويوم ناضلتم، بكم يرتفع الرأس، أنتم من ستصنعون اليمن الجديد القادم، بكم عادت الحرية، بكم كسر الحصار، وبكم يا أبطال المقاومة الشعبية سننتصر، سيسجلكم التاريخ في صفحاته الذهبية الساطعة، وسنروي للأجيال القادمة، ونحن نقف أمام السبورة وبأيدينا الطباشير ما قدمتموه من تضحيات لأجل معركة التحرير. إذا مشاهدينا الكرام، من يريد أن يعرف فعلا سر صمود مدينة تعز فقط ليستمع إلى حديث حياة الذبحاني وهي تتحدث في بضع دقائق عن حال مدينة تعز، أشكرك جزيل الشكر حياة الذبحاني عضو مؤسسة رعاية لرعاية أسر الشهداء والجرحى، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، سنتحدث مباشرة عن المحور الثالث وتغطية المعارك في الجوف، لكن بعد فاصل قصير.